حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف السيد علي محمد راشد، الرئيس التنفيذي لعمليات المطار، أهلا بك في نشرة الثامنة. طبعا بوية التطوير يجب أن يكون هناك تقييم مستمر لأداء أي مشروع جديد، فما رأيكم أو كيف تقيمون اليوم أداء مطار البحرين الدولي من حيث عدد المسافرين وأيضا من خلال الإجراءات التي تسهل سفر أو مستخدمين هذا المطار؟ مساء الخير، طبعا شكرا للاستضافة. طبعا تم الإعلان مؤخرا عن النتائج النص سنوية، كما تفضلت حقق مطار البحرين زيادة قياسية في عدد المسافرين يصل إلى 3 ملايين راكب، وهذه أرقام تفوق الأعوام السابقة وبعد جائحة كورونا. من المتوقع أن يبلغ عدد المسافرين ما يقارب 6.5 ملايين في نهاية هذا العام، وإن شاء الله راح يصل إلى 9 ملايين بحلول نهاية العام القادم. تم التعامل بحمد الله وبروح الفريق الواحد مع معدلات ذروة يومية مقاربة لما قبل الجائحة عام 2019. وهذا يعد دليل واضح لتنامي الطلب على السفر الجوي بمعدلات نمو متفائلة تفوق التوقعات السابقة ومبشرة بتعافي قطاع السفر الجوي، مما يعكس وبشكل إيجابي على الاقتصاد في المملكة بشكل عام. نعم، لو نتحدث عن الجهود التنسيقية بين كافة الأطراف في مطار البحرين الدولي. نعم، أحب أن أنوه بالدور الكبير لشركائنا الاستراتيجيين في تعزيز صورة مطار البحرين الدولي كمرفأ جوي يتميز بالكفاءة العالية وأسلوب تعامل يعكس سمات الكرم والترحاب المتأصلة في الهوية البحرينية. قامت شركة مطار البحرين بإعداد ورش عمل تنسيقية استباقية لذروة الصيف منذ شهر مايو الماضي. نعم. تم خلالها وضع الخطط المستقبلية للتعامل مع ذروات حركة عالية تفوق 28,000 مسافر في اليوم، مع المحافظة على مستويات خدمة عالية على المقياس الدولي لمنظمة الأياتا ومجلس الطيران العالمي. نعم. من الخطط التي تم تنفيذها السماح لشركات الطيران بتسجيل المسافر وإصدار بطاقات صعود الطائرة 24 ساعة قبل موعد السفر. كذلك تم توفير منافذ وقوة بشرية إضافية تتناسب مع عدد الركاب في أوقات الذروة بفضل استخدام أنظمة موارد ومرافق المطار للمحافظة على سلاسة الحركة ومعدلات أمن وسلامة وانضباط مواعيد إقلاع بمستوى عالمي. نعم، سعادة السيد علي محمد راشد الرئيس التنفيذي لعمليات المطار، شكرا جزيلا لك. حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف السيد علي محمد راشد الرئيس التنفيذي